هناك البعض بقى اللي بيتكلم على الوطنية ومثل هذه الأمور. والحقيقة أنا أول مرة في حياتي أشوف قضية تطبيع رياضي، أول مرة في حياتي أشوف قضية تطبيع رياضي. تطبيع الرياضي إزاي؟ مايوكا لاعب نادي الزمالك السابق، لاعب نادي الزمالك السابق اسمه مايوكا. مايوكا ده عمل عقد حواريه لحضراتكم وهو باللغة الإنجليزية، وماضي عليه رئيس نادي الزمالك. اللي ماضي على الجانب الآخر من هذا العقد هو وكيل اللاعب الإسرائيلي. وكيل اللاعب الإسرائيلي، تفضل يا سمير حط لنا العقد على الهواء. ده العقد الرسمي اللي موجود في الاتحاد الدولي. هو مين اللي ماضي تحت؟ رجل الوطنية. اللي ماضي تحت هو رجل الوطنية. اللي ماضي على الجانب الثاني مين؟ اللي ماضي على الجانب الثاني هو وكيل اللاعب الإسرائيلي. ماضي بالعبري. تطبيع يا متعلمين ولا مش تطبيع؟ تطبيع رياضي. ما انا بقول لحضراتكم انا اول مره في حياتي اشوف قضيه تطبيع رياضي. في لعيبه راحت لعبت في اسرائيل ورجعت لعبت في الدوري المصري، ما وقفناش عندها، ولكن انا رجل دوله، انا ما ينفعش اعمل كده. مش انا اللي بقول برضه، ولكن العقود والاوراق الرسميه هي اللي بتقول زي ما حضراتكم شايفين. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، اللي بيكذبنا يتفضل يعمل اللي هو عايزه، ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله. انا طالع حلقه النهارده علشان اوضح بعض الحقائق ومستندات رسميه 100%. انا مش بطلع اتكلم وخلاص، لو تاخدوا بال حضراتكم انا بقول كلمتين وبجيب الفيديو او الصوره، بقول كلمتين وبجيب العقد الرسمي، ما بقولش حاجه تانية. اوعوا تفتكروا حضراتكم ان احنا ممكن نطلع ما نتكلمش بالدليل. وعمرنا ما هنعيب في حد، عمرنا ما هنعيب في حد، زي ما حضراتكم شايفين مش انا اللي بقول، ولكن الصوره بتتكلم عن نفسها. ده عقد مايوكا، انا ممكن اتكلم فيه كتير جدا عقد مايوكا ده، ولكن انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اوضح الحقائق واوصل الرسائل. في حاجات كتيره جدا، في حاجات كتيرة جدا، في قضايا كثيرة جدا نقدر نتكلم فيها، من لاعبين اتقال ان هم عمرهم ما هيلعبوا في الأندية الأخرى ولكن لعبوا في الأندية الأخرى، من مباريات لكرة اليد مثلا اتقال ان انا مش هلعب وان انا كذا ولعب، في مباريات في كرة القدم اتقال ان هو مش ان هو ما اتلعبش ولكن اتلعب. في حاجات من دي كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها، وكلها بالشواهد والدلائل والبراهين والصور مش بالكلام، ولكن